جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية ورئيس فخامة الرئيس الفرنسي وأيضا سعادة رئيس الوزراء العراقي وأصحاب السعادة والمعالي الوزراء والحضور الكرام أشكركم شكرا جزيلا أشكرك صاحب الجلالة الملك عبد الله على دعوتكم وأنا سعيد لحضور هذا المؤتمر وأمثل الاتحاد الأوروبي وفي مؤتمر بغداد السنة الماضية عادت العراق إلى حيث ينبغي أن يكون بلدا مهما وفاعلا وجديرا بالثقة وأيضا دافعا للسلام والاستقرار في المنطقة ولكن الكثير قد تغير منذ السنة الماضية حرب روسيا ضد أوكرانيا واعتداؤها ضد أوكرانيا لا يعتبر أمرا يخص أوروبا فقط ولكنه هجوم على النظام الدولي وله تبعات أمنية بعيدة المدى وإن العراق ذاته قد واجه عددا من التحديات الخطيرة منذ مؤتمر بغداد ولكن تشكيل الحكومة الجديدة التي يقودها رئيس الوزراء السيد السوداني قد نجحت في إنهاء هذه أو وضع حد لهذه الفترة المضطربة فإن الاتحاد الأوروبي هو صديق حقيقي للعراق ويقف مستعدا لدعم رئيس الوزراء السوداني والتزامه بالقيام بالإصلاحات الشاملة كما طالب بها الشعب العراقي ذاته وأن يكون عراق قوي وذو سيادة وديمقراطي يفيد شعبه والمنطقة والاتحاد الأوروبي والعالم وإننا نخطط لاجتماع على المستوى الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والعراقي في النصف الأول من العام القادم إن العراق لا ينبغي أو لا يمكن أن يكون ساحة معركة بالوكالة لقد بل كما كان لفترة طويلة بل ينبغي أن يكون جسرا أو يبني الجسور إقليميا والتي تسهم بتقليل الاضطرابات الإقليمية ولهذا السبب ندعم جهود الحكومة العراقية لتطوير سياسة متوازنة وإن مؤتمر اليوم ليس مهما فقط للعراق بل لكل جميعنا ومنذ 2017 فإن الاتحاد الأوروبي قد أسهمت في عراق أكثر أمنا وقوة عبر البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي والتي مددنا مهمتها حتى نهاية شهر نيسان 2024 ومع التركيز على تطوير قطاع الأمن وإن سيادة ووحدة أراضي العراق ينبغي أن تكون محترمة من الجميع وإن النزاعات أو الأعمال العدائية المسلحة تهدد الجهود للتحالف العالمي ضد داعش والتي تبقى تهديدا للأمن الإقليمي والعالمي نحن ندعم حكومة العراق لدعم وندعم جهودها عبر أو للوصول إلى عودة طوعية وذات كرامة لكل المواطنين الذين العالقين في مخيم الهول اللاجئين السوريين ومبكرا في هذا الشهر شاركنا في مؤتمر المانحين الدوليين في عمان لتعزيز الدعم لإعادة وإعادة إدماج المواطنين العراقيين ومنذ وفقط الأسبوع الماضي فقد اجتمعت مع ممثلين من دول الاتحاد الأوروبي 27 وأكدنا على تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الخليج وفي الشرق الأوسط
وأن هذه من أولويات الاتحاد الأوروبي، وأننا نقف مستعدين لكي نعمل مع كل الجهات الفاعلة في المنطقة في منهجية مرحلية وأيضا شاملة، وإن الشراكة الاستراتيجية الاتحاد الأوروبي مع الخليج قد ثبت بأنها منصة فاعلة لهذه الغاية، وإننا نتطلع قدما للعمل بشكل وثيق مع المنطقة على الوصول إلى عمل متعلق بالمناخ والبيئة، وإن هذه المنطقة سوف يكون لها دور مهم لتلعبه قبل قمة كوب 27 أو كوب 28 أعتذر، وإن الطاقة كانت دائما هي المركزية في العلاقات في المنطقة مع أوروبا، ونحن مصممون بإنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري الصد القادم من روسيا، وبينما نتعامل مع أزمة المناخ وأيضا زيادة استقلالية الاتحاد الأوروبي، وإننا قد عززنا وكثفنا من عملنا مع الدول المصدرة للنفط والغاز لضمان امدادات من الغاز الطبيعي لأوروبا، وأيضا تعزيز انتاج النفط وضمان أيضا الأمن الطاقة وأيضا التحول الأسرع للطاقة. الرئيس بوتين واعتداؤه على أوكرانيا قد أطلق هدد الأمن الغذائي وهو الأخطر منذ عقود، وإن الكثير من الناس يعانون من الجوع بسبب هذه الحرب، وإن الاتحاد الأوروبي تسهم في دعم جهود الأمم المتحدة للتعامل أو لإيجاد حلول مستدامة على المدى المتوسط وطويل الأمد. وأما فيما يتعلق بالمدى القصير الأمد فإن الاتحاد الأوروبي أيضا تدعم الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمبلغ 225 مليون يورو، ونحن نعلم بأن هذا المبلغ ليس كافيا، ولكنه عربون على مساهمتنا ورغبتنا في المساعدة، ونحن في الاتحاد الأوروبي نحن مستعدون للقيام بالمزيد بشكل مختلف وأفضل بشكل أفضل بالتأكيد لدعم العراق والمنطقة، لأن إن وجود عراق ديمقراطي وآمن ومزدهر هو أمر أساسي بالنسبة للمنطقة ولأوروبا وللعالم أجمع.